في دار النتائج الرسميه. بطبيعه الحال العداء الثاني تو كذلك تيحقق الرقم ديالو القياسي ديال مدينه بركان، نصف ماغاطون ديال مدينه بركان، وكاع العدائين الحمد لله الان هما كيجريو يعني ساعه كلهم قراب من يعني من 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 عباسي ولا العداء الاثيوبي اللي دخل المرتبه الثانيه، وكلهم عدائين عجبهم الحال داخلين كتشوفوا الصوره كلهم العدائين فرحانين، مطاف خاوي، مطاف جميل وجميل جدا، وفرنا جميع الظروف باش هاد العدائين يكونوا يعني في الراحه ديالهم وكيجريو يعني هذا السباق في واحد الراحه، والحمد لله الحمد لله العدائين حقوا لنا واحد الاوقات اللي هي غادا تخلي نصف ماراثون ديال مدينه بركان يكون من التصنيف يعني الدولي ديال السباقات ديال نصف ماراثون. هناك يعني بعد العدائين ديال 10 كيلومتر اللي توصلوا هناك مشاركه ديال مكثفه ديال يعني الشيوخ ديال الاطفال اكثر من 18 سنه، فهذا هو الهدف ديالنا، هو تشجيع الرياضه بالمنطقه او بالجهه ديال الجهه الشرقيه. فبطبيعه الحال كنشوفوا كما كتشوفوا هذه الصوره، هذه الصوره الجميله ديال جوج ديال البنات كيجريو مع واحد يعني واحد العداء مسن، فهذا شيء جميل وجميل جدا، فهذا ما كنتمناه كاع في السباقات ديالنا الوطنيه، انه المنظمين يوفروا الظروف للعدائين، يوفروا يعني الهوات ديال الجري انهم يجيو ويشاركوا في السباقات، ولكن يكونوا متوفرين لهم الظروف يعني اللازمه باش كلهم يمشيوا فرحانين وكل يمشيوا عندهم ارتسامات جيده على المنظمين ولا كذلك على المدينه ولا على يعني الناس اللي هما كيشاركونا هذا التنظيم هذا، لا من سلطات ولا من حكام ولا كاع الرجال الخفاء اللي هما خدامين في المطاف يعني موفرين الظروف الملائمه، ولكن كما قلت لك فمطاف ديال مدينه بركان فهو مطاف يعني مختلف على جميع المطافات اللي كاينه في المغرب، علاش؟ لانهم تجريوا غير شويه في المدينه ولكن من بعد تيخرجوا للحدائق الجميله والهواء النقي اللي كاين ما بين اشجار ديال الليمون المتواجده في مدينه بركان. نعم، اذا كنظن انه الان شاهدنا وما يمكن ان نتحدث عنه اساسا هو النقل المباشر للقناه الثانيه التي استطاعت ان تنقل كل صغيره او كبيره عن هذا نصف الماراثون وايضا سباق 10 كيلومتر. فبطبيعه الحال بدوري السي حسان فانا كنشكر دوزام، لان دوزام هي معنا اليوم هنا في مدينه بركان، ولكن راه متواجده في جميع السباقات تقريبا تاع المغرب، كاع السباقات المهمين، كاع السباقات اللي تعرفوهم انهم المنظمين ديالهم معقولين وعارفين ان الظروف غادا تدوز يعني مزيانه، فبطبيعه الحال كنلقاو دوزام معنا لا في الصحراء ولا في يعني في الاطلس المتوسط في افران ولا 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 غيرها من المدن اللي هي كتشجع الرياضه دائما دوزام، فشكرا لهم. ونتمنى وبهذه المناسبه اسمحوا لي كنشكر جنود الخفاء اللي كيخدموا كاع التقنيين ديال دوزام، لان كنبانوا يبان السي حسن ويبانوا اخرين في الصوره، ولكن يمكن هناك مجموعه ديال الناس اللي كيخدموا، كنشكرهم من هذا المنبر هذا. فالصور كانت جميله وجميله للمشاهدين ديال دوزام. نعم، اذا صور جميله وصور جميله ايضا كتشاهدوها في هذا نصف الماراثون، ونشاهدوا ان شاء الله في شهر يوليو في سباق الارز اللي كينظموا البطل العالمي عبد القادر بوعزيز اللي كيكون ايام فبطبيعه الحال السباق ديال الترايل ديال افران اللي هو ماراثون ديال الارز غادي يكون ان شاء الله يوم 3 4 5 من شهر جوا قبل رمضان بواحد يومين ولا ثلاث ايام، فكنرحب بالجميع الناس اللي تيحبوا الترايل اللي تيجريوا في الطبيعه، لان الغابه ديال مدينه افران فهي غابه جميله وجميله والمطافات هي كذلك جميله، وحنايا كنسهروا على هذاك السباق، فمرحبا بالجميع هوات ولا محترفين المشاركه في هذا السباق ديال الترايل ديال مدينه افران. اذا هذا الترايل اللي كتشاركوا فيه ابطال معروفين ايضا ابطال عالميين اللي في النسخه ديالو الان الثامنه، وكنظن انه هو ايضا كيعرف مدينه افران، كيعرف الامكانيات ديالها، ويمكن تحدثوا ونشيروا لما شار ليه السي الزاكي انه مثل هذه الماراثونات مثل هذه السباقات لا يمكن الا ان تساهم في التعريف بكل منطقه خصوصا المناطق السلاحيه اللي المغرب غني بها، فقط يجب التعريف بها للمغاربه اولا وايضا للذين الاجانب الذين يتابعون معنا هذا النقل المباشر. كما ذكرت النقل المباشر كان بامكانيات كبيره، حاولنا من خلال لأن نعكس كما ذكرت سابقا كل سباق من بدايته حتى نهايته بدون انقطاع
في إطار تقنية جديدة استعملتها القناة الثانية. ونشكر كل الزملاء الذين أشرفوا على هذا العمل، كما شار سعد قادر المعزين معزيز جنود الخفاء الذين اشتغلوا منذ أيام على هذه التظاهرة حتى تكون ناجحة 100%. وهو الدليل أنكم تابعتم معنا منذ البداية وحتى النهاية سباق 10 كيلومترات، سباق 21 كيلومتر، سباق نصف الماراثون، من كل نقطة نقطة دون انقطاع دون أي مشاكل تقنية. إذن هذا ربح كبير للماراثون، للقناة الثانية وللمشاهدين الكرام الذين تابعوا معنا. إذن وصول الأولى على مستوى الإناث في نصف الماراثون نتعرف عليها بعد قليل. وكما ذكرت فالنتائج عندما نتحدث عنها نتحدث عنها فقط على مستوى الإخبار، أما النتائج النهائية فهي التي تخرج عن اللجنة عن الحكام الذين يصدرون أسماء بالتوقيت المحقق. فمن طبيعة الحال كاين هناك واحد كرونو ديال واحد الشركة اللي هو كيشرف على هذا التوقيت، فمن طبيعة الحال بعد ما كيوصلوا يعني خط النهاية تما عاد كتخرج لنا الريزلتا أوفيسيال ديال الناس اللي شاركوا، لان دايرين خمسه ديال 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 الاماكن اللي حاطين فيها الكونترول، فما يمكنش نحن نقولوا بان هذا الا هما، لان يمكنش عداء ما يدخلش يعني من ما يدوش من المكان المخصص للباساج ديال العدائين، ما يمكنش يتحسب. فلهذا درنا واحد الشركه والعدائين كلهم تجريوا بواحد يعني باش نزيدوا نعرفوا اكثر الناس اللي ما عرفوش كيفاش. فكل ما هذوك الصدريات اللي كتشوفوا كاينه واحد لابيس الكترونيك لتحت، كل ما داز من واحد الباساج فهو كتعطينا بانه داز، وهذا هو اللي كيسهل علينا على اننا نكونتروليو العدائين اللي هما جارين لا الهواة ولا المحترفين في هذا السباق. كما ذكر السي زكي قبل فقال بان خصنا ننظموا في الناظور وخصنا ننظموا في السعيديه وخصنا ننظموا في وجده، فاش نقول اللي بغيت نقول هو انه هنيئا ولا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ان هشام القروش كيتواجد في المنطقه الشرقيه، فلازم يتعاونوا معاه. فهو يعني الان يعني عنده برنامج ديال انه يدير التنميه الرياضيه بالجهه الشرقيه، فان شاء الله غادي نكونوا حنا بجنبه كسفراء ديال هاد النس ماغاطون اللي هما مجموعه من العدائين. كاين الحلافي راشد بصير، كاين ناصر بن عبد الجليل، كاين لاكات اللي هو كان عداء منافس، كاين حيده كذلك، كاين مجموعه ديال العدائين، وكاين انا والمتوكل حتى هي سفيره معنا اللي غادي نكونوا يعني سفراء لهاد. واش غتكون في ماراثون الرمال هاد العام؟ بطبيعه الحال كيعتذرني من 10 حتى 18 ماراثون ديال الرمال اللي غادي نشارك فيه ان شاء الله، وغادي نتمنى ديالي عن الفتحة اللي تيبقى الا بجانب اصدقاء ديالي اللي هما مرابط عزيز عقاد سمير اخضر ومعتصم اللي هما السنه هذه درنا خمسه ديال العدائين. كنظن انه الماراثون الرمال ايضا من الماراثونات اللي كتعرف بالبلاد ديالنا وكتعرف بطبيعه الحال. فاحنا هذه السنه هذه كما شفت كاين هناك 18 عداء مغربي اللي غادي تشارك في الماراثون، ولكن كاين 1200 عداء كتشارك في ماراثون دي صابل. فمن طبيعه الحال كلهم هذو كلهم كيجيو من دول مختلفه، 47 دوله كتجي، فما كيعرفوا بالصحراء المغربيه، وكذلك بعد ما كيمشيو فاكيد انهم تيرجعوا، وهذا كينمي يعني المنطقه سياحيا بعد ما تيوليو هاد العداء. نعم، اذا نذكر دائما انه تمكن البطل حسن العباسي من البحرين من جنسيه مغربيه من الفوز بلقب هذه الدوره نصف الماراثون بعد ان استطاع وحيدا ان يسيطر على هذا السباق وان يستمر منذ الكيلومتر تقريبا 14 وحتى النهايه، سيطر على السباق وتجاوز كل من كانوا منافسين له لتحقيق الانجاز الكبير على مستوى النتائج. اذا نتعرف على مستوى النتائج كما ذكرنا على مستوى الذكور، وهي نتائج الصادرة عن اللجنة التحكيم لهذه التظاهرة. هناك الحسن العباسي من البحرين اللي حقق ساعة و28 دقيقة. بطبيعة الحال هذا هو اللي قلت لك 50000 درهم ولا ما خدها شيء؟ غياخذها صحته. إذا كاين عندنا أمينيه تاتهاي من إثيوبيا اللي حقق ساعة دقيقة 36 ثانية. وأيضا كريستوفر
كيبروتو من كينيا ساعه جوج دقائق و14 ثانيه، واخا انه كان متقدم عليهم كثير ما كانش فرق كبير على مستوى الارقام، فما كاينش فرق كثير، ولكن الصوره كانت ولا عرفوا بالصوره لان احنا شاهدنا الصوره اعتقدنا انه كان بعيد عليهم كثير، كان بعيد بزاف، ولكن حتى الكاميرا كانت شدت على حسن بزاف وكانت الصوره كتبين شويه بعيد، ولكن هو راه ماشي بعيد. نعم هذا هو اللي خلى انهم هما قراب، ولكن اذا شاهدوا عبد القادر نشوفوا الفائزه على مستوى الاناث اللي كتوصل في هذه الاثناء لصاحبه الصدريه رقم 99، اذا هي التي فازت بالسباق. فمن طبيعه الحال العداءه اللي غادي تدخل الان فهي دخلت في ساعه، غتدخل في ساعه تقريبا 11 دقيقه، اقل من ساعه و12 دقيقه، فهو توقيت كذلك جيد، ولكن كان خاصها شويه باش تحقق الرقم، لان الرقم كان ساعه و11 13 ثانيه، فما تمكناش بالنسبه للعنصر النسوي، ولكن فهو سباق داز يعني جيد، لان هذه العداءه هذه جبناها عداءه ايثيوبيا قويه جدا، فهي دارت ساعه، يعني ربما ما عرفش انا الظروف كيفاش دازت ما بينهم يعني البنات، لان خاص يعرفوا الناس المتتبعين ديال هذا الماراثون ولا ديال الرياضه بصفه عامه، ان السباق ديالنا اللي درناه يعني بدون اليافر، لانه القانون الدولي ما كيخليش اننا ولا ما كيسمحش اننا نديروا لليافر في الماراثون ولا في 10 كيلومتر، فهم عدائين تنافسوا منافسه شريفه، والحمد لله حلو في نصف ماراثون تاع الرجال، فهما حقوا واحد الرقم اللي هو رقم قياسي اللي هو ساعه و 0028 اللي هو جيد وجيد جدا. نذكروا عبد القادر انه على مستوى النتائج بالنسبه للاناث، الفائزه هي بينا ندونبي من كينيا اللي تمكنت من الفوز بهذا السباق. اذا على مستوى الذكور نذكر مره اخرى انه حسن العباسي هو الذي فاز بالرتبه الاولى بعد ان حقق دقيقه 28 ثانيه متبوعا بابيه تيساي. اذا نشاهد ايضا وصول الثاني في السباق على مستوى الاناث دائما في سباق نصف الماراثون، حامله رقم 91 هي التي تمكنت من الفوز بهذا السباق، سباق هذه نصف الماراثون الدوري لمدينه بركان. نذكر مرة أخرى أنه على مستوى الذكور سيطرة تامة كانت للحسن العباسي من البحرين الذي استطاع أن يقطع المسافة في ظرف دقيقة 28 جزء المئة، في حين الثاني وهو أبيه تيساي تمكن من الفوز بالرتبة الثانية بساعة دقيقة 36 ثانية، والرتبة الأخيرة أو الرتبة الثالثة عفوا عادت لكريستوفر كيبريتو اللي جاء في الرتبة الثالثة بساعة جوج دقائق 14 ثانية. المغربي آخر جاء في المركز أو أول مغربي يمكن أن نقول أنه الحسن العباسي يحمل الجنسية البحرينية، أول مغربي جاء في هذا السباق كان هو القاضي نجيم من مدينة فاس الذي استطاع أن يحقق ساعة جوج دقائق 18 ثانية وكان قريبا من تحقيق المركز الثالث. المغرب دائما كان في الرتبة الخامسة بواسطة تمري أحمد اللي يقطع المسافة وحقق الرتبة الخامسة في ظرف دقيقة جوج توالي 51 جوج دقائق 51 ثانية، في حين سيلاس شيبوجي من كينيا تمكن من الفوز بالمركز السادس محققا ساعة جوج دقائق 55 ثانية، وهذه كل أرقام اللي تحققت خلال نصف ماراثون الدولي لمدينة بركان الذي يمكن أن نقول أنه نصف ماراثون المنطقة الشرقية، نصف ماراثون جاء لتنمية المنطقة على مستوى الجهة، نتمنى أن يكون موعدا إفريقيا في المستقبل وأن يفتح الباب، وهو فتح الباب أيضا للأناس الناس الرياضيين العاديين وليس الأبطال الذين حققوا الأرقام للمشاركة للتنافس خلال هذه التظاهرة. نذكر أنه على نصف مستوى السباق العشر كيلومترات دائما ننتظر النتائج الرسمية، في انتظار ذلك عشر كيلومترات كانت قد حققها تمكن أماري من الفوز على مستوى الإناث، أماري تمكنت من الفوز هذه الدورة، في حين على مستوى الذكور اللقب عاد لإيريك كيماري
تيروب اللي استطاعت قطع المسافه مسافه 10 كيلومترات في ظرف 29 دقيقه 10 ثواني. اذا كانت هذه النتائج التي تحققت حتى الان على مستوى نصف الماراثون. عموما ماذا يمكن ان نقول عن هذه النتائج مقارنه مع النسخه الاولى ومع الارقام التي تحققت في النسخه الاولى؟ بكل صراحه فالحمد لله تمكنا اننا جميعا في نفس الوقت سي معزيز اننا نشاهد الصور ديال 10 كيلومترات من طبيعه الحال، فهو عداء هو كذلك قوي وفرحان يعني بالنتيجه اللي حقق، فهذا هو اللي كنا بغينا نوصلوا له اننا نخدموا نصف ماراثون ديال مدينه بركان، لا بالنسبه للهواة ولا بالنسبه للاعداء المحترفين. الحمد لله ربي سبحانه وتعالى عاوننا من عنده وتمكنا اننا بالتوقيت اللي حققنا اننا يعني نكسبوا يعني الرهان. فكنشكروا كل شيء كما قلت، كنشكر كل شيء اللي عاونوا اللي ساهموا في تنظيم هذا النصف ماراثون. اذا من الصور الجميله جدا سي عبد القادر اللي تشاهدوا بطبيعه الحال كما كتشوف واحد المسن انه فرحان وكيبوصل كيتجاوز السن ديالو 70 سنه وكيشارك في هذا الماراثون بطبيعه الحال. هذا هو ما كنطمحوا له، هذا هو ما كنطمحوا له اننا نشاركوا جميع الفئات العمريه يعني من 18 سنه وما فوق. لان من 18 علاش من 18 سنه في نصف ماراثون ولا 10 كيلومتر؟ لان خاصها تكون الانسان عنده القدره عن قطع هذه المسافه لانها ماشي مسافه سهله. فهذا العداء هذا ولا هذا المسن هذا فهو تيكون جميع كذلك السباقات اللي كتنظم في البلاد ديالنا، وهو هو الان يعني التواجد سعيد بهذا. فنتمنى يعني في الدورات بعد نجاح الدوره هذه، نتمنى يعني في الدورات القادمه انه يجيونا بزاف ديال العدائين الهواة والمسنين والصغار اللي اكثر من يعني الشبان اللي اكثر من 18 سنه. فاحنا هنايا رحنا الاشاره ديالهم ونخدموهم في جميع انحاء المغرب، جميع السباقات اللي احنا كنشرفوا عليها. بطبيعه الحال دائما متابعه نصف الماراثون الدولي، النقل المباشر للقناه الثانيه انطلق من الساعه 9:30 وحتى الان دائما بشكل مستمر. كما ذكرت تقنيات كبيره استعملتها القناه الثانيه لنقل هذا الحدث الرياضي الحدث الدولي. ونتعرف الان على سباق 21 كيلومتر نصف الماراثون كما ذكرنا بالنسبه للاناث. تعرفنا على الرجال، نتعرف على الاناث. ديابيبي كوما ليما من اثيوبيا التي فازت بلقب حققت ساعه 11 دقيقه 50 ثانيه، في حين في الرتبه الثانيه جاءت بينا وانجيرو من كينيا بساعه 13 دقيقه 11 ثانيه، في حين المركز الثالث عاد لزيناش دي بي بي من اثيوبيا بساعه 13 دقيقه 24 ثانيه. وفي الرتبه الرابعه الشرقي سلمى اول مغربيه تاتي في الرتبه الرابعه في ساعه 15 دقيقه 14 ثانيه. فبطبيعة الحال فبالنسبة للمسائل التقنية ديال هذا السباق فهو سباق جيد، كانت منافسة شريفة لأن يلا العداء اللي جرات يعني الأولى اللي جرات في ساعة 11:50 ثانية، بالنسبة للعدائين الآخرين كلهم جراوا يعني ساعتين الثانية والثالثة جراوا في ساعتين ساعة 13 عفوا. وبالنسبة للعداء المغربية اللي هي سليمة الشرقي اللي هي عداء يعني كتشارك هي كذلك في السباقات الوطنية وكذلك الدولية حققت ساعة و15:04 في هذا النصف ماراثون. فحاولنا اننا كما قلنا نجيبوا يعني عدائين. الحمد لله تمكنوا جوج ديال الاثيوبيات وكينيا من يطلعوا يعني الصعود الى البوديوم. فهذا يعني ان الحمد لله كانوا عندنا عدائين اقوياء من افريقيا اللي هما جاوا باش يشاركونا في هذا السباق، رغم ان بالامس كانت بطوله العالم ديال نصف ماراثون اللي فاز